الوقت اللي جاي ايه؟ اللي جاي هفترض جدلا بقى اللي جاي اللي هفترض جدلا في ماتش روسيا بقى ما ده مهم مش كده ولا طبعا غلطان؟ طبعا طيب احنا ان دلوقتي قالوا الكابتن محي يا كابتن قول لنا نصايحك في المباريات القادمه، احنا قدامنا روسيا وبيلاروسيا وايه كمان؟ سلوفينيا. وايه؟ سلوفينيا. سلوفينيا مش كده؟ نصايحك ايه؟ لازم المدرب لو مش هيعمل كده لازم مسؤول من الاتحاد يقعد مع اللعيبه يفهمهم الوضع، لان الوضع دلوقتي اللعيبه ما بيتكلمش بعض ومفيش حد بيكلمهم، نزلوا فتره طلعوا قعدوا في الاوضه، ده الكلام ده الصبح ما اعرفش بالليل عملوا ايه. نفسيا اللعيبه لازم حد يقعد يأهلهم ويرفع روحهم المعنويه. احنا معانا لعيبه ثروه قوميه، المدرب ده لو ما حققش حاجه مع اللعيبه دي ده المفروض يتحاكم. معاه مجموعة لعيبة من أحسن لعيبة موجودة في مصر. طيب. لازم إسلام حسن يخش في الستاشر. إسلام حسن بلاي ميكر منتخب مصر لازم يخش في الستاشر. هو اللي أنا عرفته اللي هو وسام نوار. وبخه جامد بعد المباراة غالبا هيغيره وهيسجل في اتنين دوائر بره العشرين اللي هو يا خالد وليد يا أحمد عادل. المفروض هيغيروا بدول، لازم يلعب باسلام حسن بلاي ميكر. سمعت اللي هو هيخرج وينج ليفت. طب هو مفيش حد بيراجع المدرب ده او لازم مفيش حد بيراجعه يعني؟ مع احترامي احنا مصر. ايوه مفيش حد بيراجعه. المفروض في اتحاد وفي لجنه فرقه قوميه. المفروض في اتحاد ولجنه فرقه قوميه. احنا الفرقه الوحيده اللي مسجلين حارسين في العشرين. موافق على الكلام ده يا استاذ لطفي؟ انا موافق ان لازم مجلس اداره الاتحاد يقعد مع المدير الفني يوضح له الموقف بالنسبه لنا ايه واللي حصل فيه هذه المباراه. دي تحصل بسرعه بسرعه جدا. ده احنا بنتكلم خلاص ده بكره ماتش يوم الاربعاء. بكره بكره الاربعاء صح. لسه كنت بتكلم امال ايه امال حاجه امال الكلام ده هيحصل امتى؟ ما انا بتكلم مع كنت مع استاذ لطفي. في فرق بين التبرير والتحليل. فانت لما بتبرر انت كده بتاخد اراء عاطفيه، انت كده عاطفي. لا احنا بنحلل ايه اللي حصل، ايه الاخطاء، نعالج الاخطاء، نعيد ترتيب الاوراق، نصلح محتاجين ايه، مراكز مين بره العشرين يخش مين بره الستاشر يخش. هل يا ترى الاوتيل اللي هم نازلين فيه في اوربت علشان يقدروا يسمعوا الكلام ده يستفيدوا بيه؟ يا ريت هو موجود في الزمالك. طيب خلاص كده يبقى يا ريت تقول لهم بقى كده بتليفون يسمعوا الكلام بتاع كابتن محي علشان احنا يعني لازم الماتشات اللي جايه دي يعني يكون فيها الشغل. الامر هيبقى مختلف طبعا لان مفيش فصال في الثلاث مباريات اللي جايين. هم روحك في المستقبل اللي تقدر تطلع منه الادوار الاقصائيه بشكل محترم. المدرب معاه مجموعه لعيبه واخده ثالث عالم شباب، اول عالم ناشئين، لعيبه كبار محترفين، معاه مجموعه بقالنا فتره ما جاتش في تاريخ يعني بنتكلم كده باختصار ده عيب مدرب. طبعا حتى هذه اللحظه احنا خسرنا امبارح يقينا التايم اوت اللي خده متاخر. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.